بعد أهالي المدينة اللاذقية على الخروج في مظاهرات حاشدة بعد كل صلاة للجمعة مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الطاغية. ورغم الطابع السلمي البحث الذي كان يسود التظاهرات، إلا أن ذلك لم يكن يشفع لشباب المدينة ورجالها من تعرضهم للاعتقال والملاحقة الأمنية الشديدة على أبواب تلك المساجد المحاصرة أصلا. لم تكن الملاحقة الأمنية تقتصر على أيام الجمعة وبعد الصلاة فقط، إنما كانت تأخذ جميع أشكالها وفي كل وقت وكل مكان. فقوات الأمن والشبيحة تعتقل عشرات الشباب يوميا في المدينة بشكل عام، وفي الأحياء الثائرة ضد النظام وخواجزها الأمنية على وجه الخصوص، وخاصة مداهمة المنازل، فهي بذلك لا تعطي لحمة لا لمكان ولا لعمر. هذا وقد تجاوز عدد المعتقلين حاجز 7000 معتقل، هذا غير الشباب المهجرين والملاحقين داخل المدينة التي أصبحت بدورها معتقلا ضخما بحواجزها الأمنية المنتشرة في كافة أرجاء المدينة وخاصة في الأحياء الثائرة. هذه الحواجز التي جعلت في كل منطقة مستقلة عن المنطقة المجاورة لها، وبات من الصعب جدا على الشبان التنقل بين أرجاء المدينة وخارجها. مصطفى اللاذقاني لقناة دير الزور الفضائية. اسمع اسمع يا اعتقلوا عالم هيك ماشي حرام، اعتقلوا عالم هيك.